السلام عليكم. أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي، مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا صفحة 53 من كتاب الجديد في الرياضيات مستوى السادس ابتدائي، تابعوا معي جيدا. عندنا تتمة ديال درس الحجم والسعة، نشوفوا التمرين السادس. التمرين السادس يقول لك أحدد القياس المناسب لي. أولا حجم كأس من الماء، عاد ندوزو للملعقة، نشوفوا الكأس ديال الماء شحال الحجم ديالو، ما قالولناش شحال السعة ديالو لأن السعة نحسبوها بالليتر، هنا باش بالمتر مكعب ولا سنتيمتر مكعب، إذا كيهضرو على الحجم ديال كأس من الماء. اش كتعرفوا على كأس من الماء؟ كنعرفوا بأن قرعة لتر، مثلا هذه قرعة لتر ياك، كتعرفوا بأن كل قرعة كتهز 10 ديال الكيسان، مثلا جبتوا شي قرعة المرادة وكتقسموها على صحابكم، كتجي 10 ديال الناس كيديو كاس لواحد، يعني كاس ديال هذا 1 لتر، هذه شحال؟ لأن قلنا 10 ديال الكيسان، يعني 1 ديسيلتر، هذه 1 لتر وهذه 1 ديسيلتر. إذا شحال فيها هنا؟ لأن باش كنعرفوا، عقلتوا شنو تعلمنا الحصة اللي فايتة؟ تعلمنا بأن 1 مليلتر كيساوي 1 متر مكعب، لا عقلته. إذا هذا 1 ديسيلتر هو حجم ديال الكأس، نحولوه للمليلتر، شحال خصنا؟ غنضربو في 10 غيولي سنتيلتر، غنضربو في 100 غيولي مليلتر، إذا 1 ديسيلتر يساوي 100 مليلتر. 100 مليلتر كتساوي 100 متر مكعب، إذا فينا هي هنا اللي قريبة ل 100 متر مكعب؟ عفوا ماشي متر مكعب، سنتيمتر مكعب، عقلتو فاش كنا كنديرو دوك المكعبات، سنتيمتر مكعب، شنو هي هنا اللي قريبة ل 100 سنتيمتر مكعب؟ هذه 0.05 ما صالحاش، 20 سنتيمتر مكعب ما صالحاش، شكون اللي قريبة لهاد 100 سنتيمتر مكعب؟ 12 سنتيمتر مكعب لا، 125 سنتيمتر مكعب، إذا هذه هي اللي قريبة للصح، هذه هي الصحيحة، هو الحجم ديال كأس من الماء. فهمتوا الطريقة كيفاش خدمنا؟ خدمنا شدينا القرعة فيها 1 لتر، شحال فيها؟ فيها 10 ديال الكيسان كيساوي 1 ديسيلتر، هذاك 1 ديسيلتر ذاك الكأس حولناه للمليلتر اللي تعلمنا في الحصة السابقة، قلنا 1 مليلتر كيساوي 1 سنتيمتر مكعب، لا عقلتو دوك المكعبات اللي كنا كنرميوهم في ذاك الأنبوب ديال السوائل. إذا دابا اكتشفنا بأن 100 مليلتر ديال الكأس كتساوي 100 سنتيمتر مكعب، وقلبنا على شكون اللي قريبة ليه، لقينا هذه هي اقربهم. ولا مشيتي ديرها في جدول التحويل راه تخرج لك، حنا دابا ما قالوا لنا استعملوا جدول التحويل، اذا ما نستعملوش جدول التحويل، غنخدموا بطريقه ذكيه وهذه هي اسهل طريقه. دابا نشوفوا حجم ملعقه من الماء بنفس الطريقه اللي خدمنا الكاس، غنخدموا الملعقه، تبعوا معايا بنفس الطريقه اللي خدمنا قبيله، ما نقربوا جدول التحويلات لان ما مطلوبش منا، وهاد الامور هذه ساهله خصنا نخدموا شويه عقلنا. قبيله شنو لقينا؟ لقينا بان كاس كيساوي 100 سنتيمتر مكعب. نشوفوا شحال من ملعقه تعمر لي كاس، انت عندك كاس، ها هو كاس، شحال من ملعقه هاد الكاس ديال الموندا، شحال خصك من معلقه تكب فيه باش يعمر؟ تقريبا 21 ملعقه. اذا هاد 100 سنتيمتر مكعب نقسموها على 20، فهمت؟ شحال عتجينا؟ عجينا 5، 5 سنتيمتر مكعب، كل ملعقة عجيب لي 5 كتساوي 5، كل ملعقة عجيب لي 5 سنتيمتر مكعب. نشوفوا فين هنا اللي كتساوي 5 سنتيمتر مكعب، واضح؟ نفهمتوا دابا كيفاش خدمنا هذاك الكاس، لقيناه 100 سنتيمتر مكعب، غنفكروا مع راسنا شحال من معلقه غنكبوا في ذاك الكاس باش يعمر، خصنا 20، وهاد 100 نقسمو على 20 عطاتني 5 سنتيمتر، إذا كل ملعقه كتساوي 5 سنتيمتر مكعب. هنا فين هي 5 سنتيمتر مكعب؟ هادي 97 بزاف، هادي 9 ديسيمتر مكعب بزاف، 198 مليمتر مكعب، إذا رجعوها للسنتيمتر مكعب نشوفوا العلاقه، إذا 5000 مليمتر مكعب نحولوها للسنتيمتر، خصنا نحيدوا لها ثلاثة الأصفار، إذا 5 سنتيمتر مكعب هي هذه، وهذه هي اللي مناسبة، هذه هي الحجم ديال الملعقة ديال الماء، واضح؟ ندوزو لحجم سطل من الماء وبنفس الطريقة تاني غنخدمو، تبعوا معايا حجم سطل من الماء كيفاش غنديرو؟ نحسبوه. إلا عقلتو بالنسبة دابا نشوفو حجم السطل من الماء، إلا عقلتو من اللي قلنا واحد
سنتيمتر مكعب كيساوي 1 مليلتر، عاود قلنا 1 ديسيمتر مكعب كيساوي 1 لتر اللي عقلته. اذا السطان ديال الماء شحال غيكون؟ غيكون فيه اكثر من 10 يترو، فهمت؟ وما دام 10 يترو اذا خصها يكون اكثر من 10 ديسيمتر مكعب. فينا هو هنا اللي اكثر من 10 ديسيمتر مكعب؟ هذه صغيره، هذه صغيره، هذه صغيره بزاف، هذه كبيره. متر مكعب راه هو بحال متر مكعب بحال داك السيتيرن اللي كتكون فوق السطوحه. 1 متر مكعب هو الاستهلاك ديال الاسره، اسره كبيره 9 متر مكعب. ما يمكنش هذا حجم ديال السطر، هو اسره في الشهر كامل تقدر تاخذ تاكل 9 متر مكعب ديال الماء. اذا شكون هو اللي قريب لاكثر من 10 ديسيمتر مكعب؟ هو هذا. اذا هذا هو الحجم المناسب ديال السطر ديال الماء، يعني هاد 17 ديسيمتر مكعب كتعني 17 لتر. السطر ديال الماء يقدر يهز 17 لتر، اما اكثر اما اقل شي شويه، ولكن هذا هو الحجم المناسب. واضح؟ نمروا الان للتمرين رقم 7، تبعوا معايا. التمرين 7 يقول: احسب حجم متوازي المستطيلات واعبر عنه بسنتيمتر مكعب. هنا موضح لك بان كل مكعب كيساوي 1 سنتيمتر مكعب. هنا موضح لك حتى الابعاد ديالو. هات بحال دابا هذا 5 سنتيمتر في الطول ديال هاد فين كنحطوا المكعبات، عندنا 4 سنتيمتر في العرض، وعندنا 3 سنتيمتر في الارتفاع. واضح؟ بحال علاش قلنا هنا كتشوف المكعب فوق ثلاثة، كاين ثلاثة الابعاد، بحال كتقول الطول في العرض في الارتفاع، ولا بحال تقول الطول في في هذا العرض هنايا في العمق ديالو، ولا واضح؟ اذا كاين ثلاثة ديال الابعاد، واضح؟ كتضرب هادو ضربهم في هادو، ها فرشة واحدة الطبقة الأولى، وعاد كتشوف شحال عندنا من طبقة، الطبقة الأولى، الثانية، ثم كاينة ثلاثة ديال الطبقات هنا، إذا نحسبهم باش ما بغيتي، شحال عندنا هنا من مكعب في كل صف؟ 1 2 3 4 5، خمسة ديال المكعبات، إذا 5 مضروبة فاش؟ شحال عندنا من صف؟ ها الصف الأول. ها هو الصف الثاني، وهذا الصف الثالث، وهذا الصف الرابع. اذا 5 في 4 ياك هي 20، 5 في 4 20، لاحظتوا معايا؟ هي 5 في 4 20، ها هو 20 في الطبقه الاولى، وشحال عندنا من طبقه؟ عندنا الطبقه الثانيه ثم الطبقه الثالثه، اذا 5 في 4 في 3 شحال كتساوي؟ 5 في 4 20، نضربوها في 3 لان عندنا 3 ديال الطبقات، شحال كتساوي؟ 60. اذا 60 مكعب، وكل مكعب كيساوي 1 سنتيمتر مكعب، اذا الحجم هو 60 سنتيمتر مكعب بكل بساطه. واضح؟ وداك الشيء علاش كنديروا 3؟ لان كاين 3 ديال الابعاد، الطول، العرض والارتفاع. واضح؟ نمروا الان للتمرين رقم 8. تمرين 8 يقول: احدد 3 متوازيات مستطيلات. شنو متوازي المستطيل؟ بحال هذا، شوف باش ما تدوقش، راه بحال هذا نيشان، لها نفس الحجم ديال 60 ديسيمتر مكعب وابعادها مختلفه. هذا عقلته قبيله، كيفاش خرجنا هاد 60 سنتيمتر مكعب؟ لقينا 5 ضربناها في 4 ضربناها في 3، يعني ضربنا الطول في العرض في الارتفاع بنفس الطريقة. عي هذا ما عندنا سنتيمتر مكعب، هذا غيولي ديسيمتر مكعب. قال لك لقى لي شي وحدين بحال هذا ولا مختلفين عليه؟ نقولوا له ايه، غنلقاوه. شنو هو الاحتمال الأول؟ تبعوا معايا، الاحتمال الأول هو أننا نديرو شي متوازي مستطيلات بحال هذا، ها هو 5 ديسيمتر مضروبة في 4 ديسيمتر بحال هذا خوه مضروبة في 3 ديسيمتر، شحال غتساوي؟ غتساوي لي 60 ديسيمتر مكعب. شتو؟ هو كيقلب لي على 60 ديسيمتر مكعب، أنا لقيتها. ها وحدة، احتمال واحد. احتمال ثاني، شنو ممكن يكون ثاني؟ ما تكونش فيه 5، مثلا يكون فيه 10 ديسيمتر، غنبدل عام بين هادو، هذا 5 نضربها في 2، في هذه 4 نردها نقسمها على 2 باش يجيني قد قد. في 2 ديسيمتر، دابا كنلعب بهاد في 3 ديسيمتر، شحال غتساوي؟ 60 ثاني، 10 في 2 20 في 3 60. هادو نلعب بهم، هادي ديسيمتر مكعب، ثاني هاد 10 هنا هادو نبدلهم، فهمت؟ 2 نديرها هنا و 3 نديرها هنا، فهمت؟ 10 مثلا، ولا ندير 5 ديسيمتر مضروبة في هادي، نخليها 2 ديسيمتر
ياك. وهذه ردها الستة، هذه اللي ردها الستة. شو شحال تساوي لي؟ 5 في 2 10 مضروبه في 6 60. تلعب بها كيما بغيتي، ها هما متوازيات مستطيلات. انا بدلتهم ثاني، واللي بدل دير هنا 10 وهنا دير 1 وهنا دير 6 هنا دير هنا 3 وهنا 2 وهنا 10. فهمتي الطريقه؟ لعب هي بهم، هي بدلهم، ولا ضربتي هذه دوبلتيها هذه نقص منها، فهمت؟ قسمها على 2، فهمت؟ هذه دوبلتها هذه نقص قسمتها على 2، وهكا هذه هي الطريقه باش تخدم باش تلقى بزاف ديال المتوازيات المستطيلات. وهكا التمرين 8، ندوزو للتمرين رقم 9. شنو مطلوب في هذا التمرين رقم 9؟ قال لك اراد احد. التمرين التاسع يقول لك اراد احد منتجي زيت الزيتون، شي واحد عنده زيت الزيتون كيوجد زيت الزيتون وكيبيعها، بغى تعبئه 1 متر مكعب من الزيت، عنده متر مكعب ديال الزيت ياك، بغى يعمرها في قراعي ديال 75 سنتيمتر مخصصة للتصدير. مواجن واحد القريعات ديال 75 سنتيمتر باش يصدرها على برا الخارج، فملأ شحال عمر منها؟ عمر 1200 قنينة، 1200 قرعة. قالك ما هي كمية الزيت المتبقية؟ هو عنده واحد متر مكعب، عمر منها 1200 قرعة ديال 75 سنتيمتر، شحال بقى له الزيت؟ واضح؟ وشحال ما هو عدد القنينات التي تسع؟ وبغى يشوف دوك القراعي ديال نص سيترو اللي خاصو باش يعمر فيها داك الزيت اللي باقي، واضح؟ اذا دابا كيفاش غنديروا؟ نعرفوا، خصنا نعرفوا شحال عنده من يطرو بعدا ديال الزيت. اول حاجه نعرفوا شحال عنده من يطرو الزيت. عنده واحد متر مكعب، نشوفوا المتر مكعب شحال كيوافق ديال باللتر، نحولوه باللتر شحال كيجيب لنا من يطرو. اذا نمشيو لجدول التحويلات. اذا كما كتشوفوا واحد متر مكعب، نشوفوا شحال فيها من لتر، نزيدوا الاصفار باش نوصلوا للتر. ها هو اللتر، اللتر شتي فين كيتحط؟ في الديسيمتر مكعب. اذا شحال كاينه؟ شحال كتساوي واحد متر مكعب؟ شحال كيساوي من لتر؟ كيساوي 1000 لتر. اذا هنا كتبوا لي واحد متر مكعب كيساوي 1000 لتر، عقلوا عليها مزيان. هاي واحد متر مكعب كيساوي لي 1000 لتر. هنا دابا غنشوفوا شحال عمر، عمر 1200 قنينة من 75 سنتيمتر. إذا نديرو الضرب، نعرفو شحال عن شحال عمر من لتر ديال داك الزيت. إذا عنده قريعة ديال 75 سنتيمتر، دار 1200 قنينة، إذا 1200 غنضربوها في 75، لاحظوا معايا شحال كتساوي؟ كتساوي 90000. وهنا باش خدمنا بالسنتيلتر، اذا 90000 سنتيلتر. اذا هادوك قراعي شحال هزولو؟ هزولو 90000 سنتيلتر. اذا نشوفوا هاد 90000 سنتيلتر شحال كتساوي باللتر، لانه هو عنده 1000 لتر، نحولوا هادو لللتر. نمشيو لجدول التحويلات ايضا. اذا ديما كنحطوا رقم الوحدات هو الاول، 90000 سنتيلتر، تبع معايا هانت شحال فيها 4 ديال الاصفار وعاد 9، ها هو 90000 سنتيلتر. شحال فيها من لتر؟ في كنتوقفوا هنا. اذا شحال فيها من لتر؟ فيها 900 لتر. اذا هذيك الكميه اللي عمر في القراعي شحال كتساوي؟ 900 لتر. كتساوي 900 لتر. وشحال كان عنده هو في الاول؟ كان عنده 1000 لتر. اذا 1000 ناقص 900 اللي عمرها في دوك القراعي الصغار اللي يصدروا من الخارج. اذا شحال بقات له الكميه المتبقيه؟ 100 لتر. اذا الكميه المتبقيه مئة لتر. مئة لتر. شنو اللي مطلوب دابا منا؟ قالك ما هو عدد القنينات التي تسع نصف لتر الكافية لتعبئة ما بقي من زيت؟ سهلة، هو عنده مئة يطرو ويعمر قراعي ديال نص يطرو، إذا كمية مضوبلة، كل يطرو يعمر رج قراعي، كل يطرو تعمر رج قراعي، إذا مئة يطرو، مئة راه باينة. 100 نقسموها على 0.5، انتبه 100 مقسومة على 0.5 هي 100 مقسومة على 0.5 هي 100 مقسومة على 1 على 2 هي 0.5 هي النصف، نصف لتر. إذا كما تعلمنا في دوك العمليات على الأعداد الكسرية كنضربوا في المقلوب. إذا هي 100 مضروبة في 2 على 1، هي 100 مضروبة في 2 كتساوي 200. إذا شحال خاصو من القرعة؟ خاصو 200 قرعة. إذا يلزمه ما هو عدد القنينات؟ تلزمه
يلزمه 200 قنينة، 200 قنينة، خاصو 200 قرعة ديال السيترو، واضح؟ 200 قنينة باش يعمر داك الزيت اللي بقى له، ديك 100 ترو اللي بقات. نمر الآن التمرين رقم 10. التمرين 10 يقول أنجز التحويلات التالية. عندنا 1475 كيلومتر، شحال فيها كيلومتر مكعب، شحال فيها من ديكامتر مكعب. كما تعلمنا ديما في التحويلات كنحطوا رقم الوحدات في الوحده هذه ما نفكرش فيها، تنحط هذه عاد نفكر في هذه. تبع معي، لاحظ معايا جيدا، اذا نقلب على الكيلومتر فين كاين، تبع معي فين كاين الكيلومتر، شحال عندي هنا 1475. اذا ها هي نحطو الخمسة في الكيلومتر، ياك السبعة حداها، الربعة حداها، شتو الربعة حداها، وموراها نديرو الواحد في الاخر كاع الواحد. شنو دابا مطلوب مني؟ مطلوب مني الديكامتر مربع. فين هو الديكامتر مربع؟ ها هو، شتو مطلوب مني الديكامتر. اذا باش كنكمل، كنكمل بالاصفار، واحد جوج ثلاثة الاصفار، اربعة خمسة ستة الاصفار، حدد الديكامتر مربع. اذا خصني ستة ديال الاصفار، اذا نحط العدد هو النيت ونزيد عليه ستة الاصفار، اذا 1475 ونزيد ستة ديال الاصفار، واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة، واضح. ندوزو دابا لهاد العدد اللي موراه، هو تبعوا معايا 854165 متر مكعب. نجي نحتاج غير هذا في المتر المكعب، غنحط خمسة حداها ستة حداها واحد، ونكمل العدد كامل في الجهة الأخرى. أنا بغيت نقربو لكم باش يبان لكم مزيان. هنا شنو عندي؟ مطلوب مني الكيلومتر مكعب، اذا نكملوها كامله، تبع معايا مزيان، كملوها، مطلوب مني الكيلومتر المكعب. شنو عندي؟ 165. شنو بقات لي؟ تبعوا 165 4 5 8، اذا نكتب هنا 4 5 8، شتو 458 باش نوصل للكيلومتر هو هذا. نزيد الاصفار 0 0 0 0، اذا 0.0000، وعاد نكتب العدد ديالي بطبيعه الحال. اذا كنحطوا 0.3 ديال الاصفار كما لقينا، وعاد كنكملوا هذا العدد اللي عندنا هنايا هو النيت، نحطوا 854165، واضح. ندوزو للتحويل الأخير، 10 ديكامتر مكعب، شحال فيها من كيلومتر مكعب؟ لاحظوا معايا، إذن هانتوما معايا، 10 ديكامتر مكعب، كنديرو الصفر هنا، نحطوها بالخضر، صفر، واحد، هي 10 ديكامتر، شحال فيها من كيلومتر مكعب؟ كنزيدو بطبيعة الحال الأصفار، 0.0000، إذا شحال؟ 0.4 الأصفار، عاد كنحطو دوك العشرة ديالهم. نديرو هنا 0.4 الأصفار، واحد جوج ثلاثة أربعة، عاد كنديرو هاد العشرة كيلومتر مكعب، واضح. نمرو الآن التمرين رقم 11. انتبهوا معايا الله يرضي عليكم. في التمرين 11، غنعلمكم واحد التقنية ديال المقارنة والترتيب، زوينة بزاف وغتسهل عليكم كلش. بعد ما عندك شي مقارنة والترتيب فيها التحويلات وداكشي، دير جدول التحويلات قدامك هكا وحطو، وحط هنا واحد الخانة زيد فيها الأصل، يعني هاد عندنا هاد العدد الأصلي، ديرو هنا قدامك باش ما يتنساش، ودير في الاخر عندي الرقم، شكون الكبير شكون الصغير شكون هادي شكون هادي. اذا اول حاجة انا غنكتب هادو كاملة اللي هنا، غنكتبهم هنايا بالترتيب ديالهم، وعاد غنبدا نخدم، وغتجيك العملية سهلة جدا. تبع معايا مزيان، اذا اول حاجة ديرها كتب جدول التحويلات، وشد هادو حطهم هنا،
حطوا وحده فوق وحده فوق وحده فوق وحده، وانا نوريك الطريقه ديال الخدمه وعقلوا عليها مزيان. تبعوا معايا هما كاملين كتبتهم، 325 سنتيمتر مكعب، 7 متر مكعب الى غير ذلك حتى الاخر. ها هما درتهم بالترتيب وحطيتهم هنايا بالتالي نخدم دقه دقه ويجيني الامور سهله. الخمسه في سنتيمتر مكعب، دابا نحطوهم دابا في بلايصهم. الخمسه في سنتيمتر مكعب، دير واحد الاداه ديال الربط مثلا نديروها بالحمر. الخمسه في سنتيمتر مكعب فين وصل هنا، اذا خمسه مقابله معها، خمسه حداها جوج حداها ثلاثة، شتي هذه كملناها. هبط للتحتانية، هبط لي تحتها، 7 متر مكعب، فين هو المتر مكعب؟ هنا في الثانية دير 7 هنا. شنو موراها؟ 3004 ديسيمتر مكعب، لصق 4 مع ديسيمتر مكعب، ديسيمتر مكعب ها هي 4، تجي حداها شنو؟ 0 0 3 ياك. هاد الطريقة خدمني بهاد الطريقة، امشي دير شي طريقة أخرى، كمل بهادي. الصفر مع المتر مكعب، فين هو المتر مكعب؟ هنا الصفر حطو تما، الجوج، الربعة، ثمانية، ياك؟ هنا غنهو هداك. الواحد سنتيمتر مكعب، فين هو سنتيمتر مكعب؟ فين هو؟ غتحط فيه واحد، وحده، جوج. الصفر في سنتيمتر مكعب، فين هو سنتيمتر مكعب؟ حط فيه صفر. ثلاثة خمسة، شنو موراها؟ موراها ثلاثة في مليمتر مكعب، فين هو المليمتر مكعب؟ ها هو، حط فيه ثلاثة، حداه جوج، حداه أربعة، حداه خمسة، حداه ثمانية. شنو موراها؟ خمسة في المتر مكعب، فين هو المتر مكعب؟ سير، ها هو، خمسة، سبعة. ما ديرش شي حاجة من راسك، كمل داكشي اللي قلنا. موراها خمسة في المليمتر مكعب، فين هو المليمتر مكعب؟ ها هو، خمسة، حداه، سبعة. شنو موراه؟ ثلاثة في سنتيمتر مكعب، ثلاثة في سنتيمتر مكعب، ها ثلاثة، ها ربعة، ها الواحد. شنو بقات موراها اللخرة كاع؟ ربعة سنتيمتر مكعب، ربعة لاصقة في سنتيمتر مكعب، فين هي؟ هي هادي. دابا قولو نعم، شنو غادي نديرو؟ غنكملو بالأصفار، غنكملو بالأصفار حتى لحد اللخرة فيهم. إذا اللخرة فيهم هي المليمتر، كلشي غنكملو بالأصفار. صفر صفر صفر، كمل بالأصفار، شتي كلشي دير له الأصفار، كلشي 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 دير له الأصفار باش تسهل عليك الخدمة. هات كلشي دير له الأصفار في الأخر ديالو، طاف 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 طاف. هانت هانت هانت، باقي لي هادي زيتها، تبعني معايا، طاف طاف تنننن، وصافي حنا كملنا. دابا اش كدير؟ كتحسب شحال عندهم الرقم، وهكذا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة الأرقام. شحال هذا من رقم؟ ثلاثة ثلاثة ستة، ثلاثة تسعة عشرة، دير له عشرة. هذا شحال؟ جوج ثلاثة وثلاثة ستة، مشيوها بالثلاثويات، وثلاثة تسعة عشرة. هنا ثلاثة ثلاثة ستة، ثلاثة تسعة، ثلاثة اثناش، واحد ثلاثاش. وقول له احنا سهلا، جوج أربعة خمسة، جوج أربعة ستة، ستة جوج أربعة خمسة. هنا شحال؟ ثلاثة وثلاثة ستة، كنشوف الفوق، ثلاثة تسعة وجوج هي 11، بلاتي صحيح هذيك 11. هنا جوج، هنا شحال؟ جوج أربعة ستة، هنا جوج أربعة، ياك؟ في سهلت علينا. دابا شنو قالنا هو؟ قالك المقارنة ورتب قياس الحجم التالي ترتيبا تزايدي، يعني من الصغير الكبير. فين هو الصغير فيهم؟ تابع معايا، فين هو الصغير فيهم؟ اللي عنده اقل عدد من الارقام. شكون اللي عنده العدد اقل عدد من الارقام؟ هو هذا جوج. جوج شحال هذه؟ 75 مليمتر مكعب. نجي لهنا نبدا بها هي الاولى، 75 مليمتر مكعب. وشنو عندي لها مسكينه؟ هذه اللي درتها كندير لها هكا، كنشطب عليها، كنقول لها صافي ما تبقاش مدوخاني انت. نبداو نزيدو اللي موراها. شنو اللي موراها؟ شوف معايا مزيان، هي هادي ديال ربعة الأرقام. ربعة الأرقام ماشي باش نكتب هادي، نكتب هادي الأصلية. علاش أنا درت لكم هادو الأصليين هنا؟ باش وقع عقل عليها. ربعة سنتيمتر مكعب، ودير هكا عاود، يعني كنرتبو من الصغير للكبير. وهادي مادام كملناها كنشطبو عليها هي وهادي، واضح؟ دابا ضربنا على هادي وضربنا على هادي.
شنو اللي بقى لي؟ شي حاجة اللي تبعي اللي فيها خمسة، ولكن خمسة راه فيها جوج، فيها هادي وفيها هادي، نقارنو بيناتهم شكون الصغير فيهم. هانت كنبداو من اليسار، هادي جوج وهادي تمنية، إذا هادي صغر، إذا هادي 21 سنتيمتر مكعب، غتكتب 21 سنتيمتر مكعب، وتجي لهنا ودير لي موراها مباشرة هي هادي، شحال هي؟ 85,423، 85,423 مليمتر مكعب. شتي ما درتش هاد الطريقة غتغلط، كون أكيد هادي طريقة سحرية باش تخرج. ضرب على هادي ديال خمسة، وولي ضرب على هادي ديال خمسة، وعلمهم من برا. صافي حنا كملناها، بقات لنا دابا شنو اللي موراه؟ باقي لي واحد الجويجات ديال ستة. إذا شحال صاوبنا من وحدة باش تأكد؟ واحد جوج ثلاثة أربعة، هاهما واحد جوج ثلاثة أربعة. هاد الجويجات هادو اللي باقي لي ديال ستة، باقي لي هادي وهادي، نقارنو بيناتهم. هادي خمسة وهادي ثلاثة، إذا الصغيرة هي هاد الفوقانية. هانت هادي خمسة وهادي ثلاثة، شكون الصغيرة فيهم؟ هي هادي ديال ثلاثة، إذا شحال هي؟ 325 سنتيمتر مكعب. 325 سنتيمتر مكعب. نعاود ندير أصغر وندير ديال ستة الأخرى. ديال ستة الأخرى شحال هي؟ 530 سنتيمتر مكعب. 530 سنتيمتر مكعب. دابا نضرب عليهم بجوج، هادو ديال ستة، هادي نضرب عليها، ونجي لهادي تاني ديال ستة نضرب عليها. شنو بقاو لي؟ تابع معايا كي جاتكم هاد الطريقة، حنا غادي مزيان. بلاتي 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 بلاتي، نسيت واحد الوحدة ديال ستة، هي لتحت وهي لتحت. هي نسيتها، تبع معايا مزيان. إذا شكون بلاتي بلاتي، هاي هادي نسينا، هادي ستة ما نبهتونيش كاع ليها. هادي راه، هادي راه قبال من هادي، هادي راه صغار من هادي، شفتو؟ إذا ها هي صغار من هادي، ها نسينا هادي هنايا، غنضربو على هادو، نسينا هادي 143، 143 سنتيمتر مكعب، هادي نسيتها هادي، هادي هاهي تاهي فيها ستة. عاد نجي لديك الأخرى ديال 325 سنتيمتر مكعب، مشتهاش مزيان. عاد نجي لهادي اللي درنا ديال 530 سنتيمتر مكعب، ونزيدو نكملو لتحت، زيدو هبطو وغنكملو لتحت. دابا كملنا ديال ستة ديال الأرقام، هادي راه كنا نسيناها. دابا شنو اللي بقى لنا كبار من ستة؟ لاحظ معايا مزيان، ستة كملناها، عشرة جوج في عشرة، واحد تلطا، هداك تاني نسى شي وحدة تدعرنا. دابا عشرة، حداش، تلطاش، إذا نسبقو هاد ديال عشرة الأرقام هما اللولة. هاد عشرة الأرقام شكون اللي كبيرة؟ هادي ولا هادي؟ إذا هادي اللي كبيرة، إذا نبداو بالصغيرة فيهم. هي هادي، هي 3004 ديسيمتر مكعب. إذا غنبداو ب 3004 ديسيمتر مكعب. شنو اللي غتجي موراها؟ نضربو عليها بعدا، ها هي، أنا حيدناها، بقات لي هادي اللي موراها 7 متر مكعب. 7 متر، شتي تخلعك هانت، كتشوف هادي، هادي 3004 ديسيمتر مكعب، هادي 7 متر مكعب، هادي كبر من هادي. شوف كون مكنتيش درتي هاد الطريقة غادي تغلط مليون في المية، واضح؟ إذا حنا دوزنا هاد جوج ديال عشرة، هاد جوج ديال عشرة حيدناها. شنو بقى لي؟ بقى لي 11 و13، راهم باينين. 11 و13 هي 75 متر مكعب. شوف 75 متر مكعب. شنو موراها؟ موراها هادي ديال 13، شحال فيها؟ 8420 متر مكعب. 8420 متر مكعب. وها حنا كملنا هاد الترتيب ديالنا من الأصغر إلى الأكبر، ترتيب تزايدي من الأصغر إلى الأكبر. شوف واش كيبدا، كيبدا من هنا، درنا هادي قبيلة فاش غلطنا، نسينا واحد الوحدة. وشتو الطريقة باش خدمنا؟ لا ما خدمتيش بهاد الطريقة راك غادي تغلط. هادي هي الطريقة، بدا بالأصلية ديرها، دير الجدول ديال التحويلات، كمل بالأصفار، حسب العدد ديال الأرقام، وشوف شكون كاع. طلبوا لك الكبيرة بدا باللي عندها الأرقام بزاف، طلبوا لك الصغيرة بدا باللي عندها الأرقام، ومن كيتقادو في الأرقام بدا تقارن من اليسار إلى اليمين بحال اللي كتقارن الأعداد العادية وصافي، واضح؟
80 12 يقول متوازي المستطيلات ابعاده، هذا هو متوازي المستطيلات، ابعاد ديالو 6 سنتيمتر، يعني بحال فيه 6 ديال المكعبات. هات 6 سنتيمتر، 6 المكعبات و 4 سنتيمتر و 3 سنتيمتر، هاد بلاي 4 سنتيمتر و 3 سنتيمتر، بحال كتقول 4 هنا كاينه عنده وهنا 3 بحال 3 الطبقات الفوق، حرفه 1 سنتيمتر وحده للقياس. قال لك احسب قياس حجمه باعتبار المكعب الذي حرفه 1 سنتيمتر وحده للقياس. اذا شحال فيه من مكعب؟ مادام هنا قال لك كاين 6، واضح، 4 في 3 نحسبوا 6 4 في 3، اذا نحسبوا شحال كاينه، نضربوا 6 في 4 في 3 كما تعلمنا. ها هو رسمته لكم كيفاش غيكون 6، يعني 6 المكعبات مضروبه في 4 ديال الصفوفه، هاي مضروبه في 3 الطبقات، طبقه فوق طبقه فوق طبقه، هات ها طبقه، ها جوج، ها 3، وهادو 4، فهمت؟ يعني بحال كنضربوا 6 مضرب 6 ديال هاد المكعبات مضروبه في 4 ديال الصفوفه كيكونوا لي طبقه، يعني بحال تقول 6 في 4 هي 24 اللي كاينه في الطبقه الاولى، والطبقه الاولى شحال فيها من طبقه؟ 3 ديال الطبقات، 6 في 4 فايش 3، شحال كتساوي؟ 24 في 3 20 في 3 60، 4 في 3 12، اذا هي 72، اذا 72 سنتيمتر مكعب، 72 سنتيمتر مكعب، لان كل مكعب هو كيساوي سنتيمتر مكعب، واحد سنتيمتر مكعب. اذا شحال الحجم ديالو؟ 72، هو 72 سنتيمتر مكعب هو الحجم ديال هاد متوازي المستطيلات. قالك نحسبوا قياس حجمه باعتبار متوازي المستطيلات وحده للقياس. لاحظوا معي دابا، اذا هذا كيساوي 72 سنتيمتر مكعب، بحال دابا هذا عندنا البلاصه كرتونه كبيره بحال فيها 72 سنتيمتر مكعب. قالك دابا نعمروها فاش؟ بهاد هاد متوازي المستطيلات. شحال فيه هاد متوازي المستطيلات؟ فيه 3 سنتيمتر هكا و2 سنتيمتر في العمق و1 في العلو. اذا كيفاش غنديروا لها؟ اذا ها هو بحال داير هكا 3 ديال السنتيمترات، بحال هزينا بشي كرتونه كبر منه، وعندها شحال؟ عندها بحال دابا هذا فيه 4، هو فيه 2 والعلو ديالو وحده، فهمت؟ شتو؟ اذا بحال 3 مضروبه في 2 هي 6، مضروبه في 1 ديال العلو هي 6، اذا بحال شحال قال لك شحال عتجي من داك متوازي المستطيلات اللي في هذا الحجم هذا اللي كنلون لكم دابا؟ مثلا بغينا نعمروا هذه الكرتونه الكبيره بهادو اللي فيها 3، ما فيها 6 دابا، 1 2 3 4 5 6، فيها غير 3، يعني الا بغينا نعمروا هذه الجهه خصنا 2 منه، وشحال كيدي ديال الغرق؟ كيدي 2، ولكن في الطلوع كيطلع واحده واحده كما قال لك هنا، ها 3 كيهز 3، شفتوا 3 وكيهز 2، على دابا هنا 2 وهنا 3، اذا شحال كيوليو؟ 2 3 وهنا 2 منهم هي 6، اذا ولاو لي 6، اذا هاد 72 شحال غتجي منهم هذا؟ اذا 72 مقسومة على 6، 72 مقسومة على 6 شحال كتجينا؟ 72 مقسومة على 6 شحال كتجي؟ كتجي 12، 10 في 6 60 و 2 في 6، اذا 12 شحال الحجم ديالو؟ 12، ماشي 12 ديال سنتيمتر مكعب، هادي 12، مثلا نعتبروها وحده للقياس اي، هاد اي هو هاد متوازي المستطيلات، 12 اي تساوي متوازي المستطيلات اللي عبرنا به هذا، اذا اي هي هادي، واضح؟ دابا فهمتوا كيفاش الفكره؟ اذا كان 72 مكعب يجينا هذا، هذا يجينا منه غير 12، علاش؟ لان هذا كيهز 6 ديال المكعبات، واضح؟ الان نمر للتمرين رقم 13. التمرين 13 يقول ابعاد متوازي المستطيلات هي ال في ال في اش، يعني بحال كتقول الطول في العرض في الارتفاع، ياك بحال قبيله فاش دينا داك متوازي المستطيلات قلنا باش عرفناه شحال فيه من مكعب
ضربنا 6 ديال المكعبات. فاش ضربناهم؟ ضربناهم في ربعه ديال الصفوفه، ضربناهم يعني بحال تقول الطول في العرض. فاش ضربناهم في الارتفاع؟ الارتفاع هو دوك 3 ديال الطبقات، ولقينا بان كاين 72 مكعب. ماشي ضروري نشدوه نفكوه نبقاو نحطو مكعب حدا مكعب نبداو نحسبو داك الحساب ديال العكايز. لا، الرياضيات كتقول لك حسب النسيدي الطول وضربوه في العرض كما كنا نحسبوا المساحه، مساحة مربع ضرب الضلع في الضلع، ولا مساحة مستطيل كضرب الطول في العرض كتعرف المساحة. تاني هكا باش نعرفوا الحجم كنضربوا الطول فاش في العرض في الارتفاع، واضح؟ كنضربوا الطول نضربوها فاش في العرض شحال من كاينة من صف، في الارتفاع يعني شحال كاينة من طبقة. بنفس الطريقة غنخدموا هذا التمرين هذا. شنو كيعطيك مثلا؟ مرة يعطيك الطول، مرة يعطيك العرض، يقول لك شوف الارتفاع ولا شوف لي الحجم. هنا انتبه، من كتلقى ال كيتعني الطول، كتلقى ال صغيرة ال كبيرة كتعني لونغور، ال صغيرة لارجور العرض، هنا اوتور يعني الارتفاع، وهنا الحجم. فهمت؟ هنا الحجم باش بالسنتيمتر مكعب، فوليوم الحجم بالسنتيمتر مكعب. اذا هنا باش كنخرجوها كنضربوا الطول في العرض في الارتفاع كما درنا قبيله مع داك المكعب. اذا 4 في 25، 20 في 7 هي 140، بحال كنضربوا 10 في 7 70، نزيدوا عليها 10 اخرى في 7 70 اخرى هي 140. اذا الحجم هو 140 سنتيمتر مكعب. دابا انتبه، هنا ما عطيناش الارتفاع ولكن قال لك عطيناك الحجم. اذا كيفاش عاد درت تكتشف؟ اذا شنو هو هذا 3 في 2 شحال هي 6؟ 6 الا ضربناها في شي حاجه كتعطيني 36. كتبقى تفكر 6 فاش غنضربها تعطيني 36؟ حتى لا حي حتى 6 فاش كتضرب كتعطيني 36 جدول الضرب ديال 6. 6 في 4 24، 6 في 5 30، 6 في 6 36. اذا شحال العلو هو 6. بغيتي تخرجها بطريقه رياضيه تقول 36 مقسومه على 6 شحال كتعطيني؟ كتعطيني 6. نشوفوا هنا، هنا عاطيني الطول وعاطيني الارتفاع وما عاطينيش العرض وعاطيني الحجم. سهله، ثاني كنضرب 7 في 6 42، ضرب في الارتفاع وتبقى لي هذه 7 في 6 42، وكتبقى تفكر 42 فاش نضربها باش تعطيني 84. حتى لما عرفتش كنقسم 84 كنقسمها على 42، 84 42 كتجيني 2، 84 42 2. نعاود نضربها باش نتاكد، 7 في 2 14، 14 في 6 10 في 6 60، 4 في 6 24 هي 84. اذا العمليه ديالي صحيحه. ندوزو دابا لهنايا، شنو عندي؟ عندي العرض وعندي الارتفاع. 8 في 9 شحال؟ 72. 72 فاش نضربها باش تعطيني 144؟ لان عطيني الحجم وما عطينيش الطول. 72 فاش نضربها باش تعطيني 144؟ ما عرفتلهاش، غندير 144 مقسوم على 72 ونشوف. 72 144 72 هي 2. إذا جوج في 8 16، 16 ضربناها في 9 تعطيني 144. باش نعرفوها 16 في 9 10 نضربها في 99، و 6 في 9 54، 99 و 54 هي 144. وهكا كملنا التمرين 13، نمر الآن التمرين رقم 14. التمرين 14 يقول أنقلوا الجدول التالي. شنو نقصد بالجدول التالي؟ هو الجدول ديال التحويلات اللي تحت، غتنقلو و استعمله لاجراء التحويلات التاليه. نديروا هاد التحويلات هادو اللي عندنا من انطلاقا من جدول التحويلات. هنا عندنا جدول التحويلات جاهز نخدمه فيه بلا هذا بلا ما ننقلوا، عندنا جاهز. تبعوا معايا شنو عندي الطريقه ديال باش كنخدم. ديما كندير الوحدات في الوحده اللي حداها، ما نفكرش في هذه، نفكر غير في هذه الاول. اذا 5 في الديسيمتر مكعب، فين الديسيمتر مكعب؟ نحط فيه 5. واضح؟ شنو حداه؟ حداه 7. شنو حداه؟ حداه 4. صافي، دابا عاد نفكر هنا، ما نفكرش قبيله، دابا نفكر. شنو عندي؟ المتر مكعب، فين هو المتر مكعب؟ هو هذا. اذا شنو عندي هنا؟ عندي الصفر. اذا هو 0.475، نجي ندير 0.475. شنو عندي هنا؟ السنتيمتر مكعب، فين هو السنتيمتر مكعب؟ هو هذا. اذا هذا الصفر ما بقاش خدام، السنتيمتر مكعب يعني نبدا من هنا، كنبداو من الوحدات ديالو. إذا شحال غنزيد؟ غنزيد 3 الأصفار على داك العدد. إذا شحال؟ 475000، كنزيد 3 ديال الأصفار. نشوفوا التحويل الموالي، 475 ديسيمتر مكعب. يعني نفسها نفس التحويل، 475 ديسيمتر مكعب، شحال فيها من لتر؟ تبع معايا، 475 ديسيمتر مكعب
والليتر كيجي في الوحدة ديال الديسيمتر مكعب، إذن هي نفسها 475 لتر. شنو عندي دابا؟ 48 سنتيمتر مكعب، 48 سنتيمتر مكعب، إذن 8 عفاش على السقة، على السقة في السنتيمتر مكعب، إذن 8 في السنتيمتر مكعب ها 8 وها 4 حداها 48. دابا عاد نفكر شنو مطلوب مني، مطلوب مني المليمتر مكعب، فين هو المليمتر مكعب؟ هو هذا. إذا شحال غنزيد من الصفر؟ 3 ديال الأصفار. إذا هي 48000، 48000 3 ديال الأصفار. شنو مطلوب مني؟ عاود مطلوب مني المتر مكعب. شوف معايا المتر مكعب فين هو؟ هو واحد. إذا 0.0000 شحال كاينه من الصفر؟ جوج ربعة ديال الأصفار. عاد كنجي للعدد 0.0000 دير ربعة الأصفار عاد دير 48. واضح؟ شنو دابا عاود مطلوب مني؟ الديسيمتر مكعب، ياك؟ فين هو الديسيمتر مكعب؟ ها هو الديسيمتر مكعب. إذا حدي هنا، هذا مابقاش خدام، حدي هنا، إذا 0.048، هذا ما كيبقاش خدام، 0.048، 0.048. نمر للتحويل الموالي، التحويل الموالي هو النيت، غنبدلو الورقة تكرفست بزاف، نشوفو ورقة أخرى. إذن أول حاجة كنديرو هي رقم الوحدات كنحطو في الوحدة المطلوبة، إذن 8 في سنتيمتر مكعب، فين هو سنتيمتر مكعب؟ كنحط فيها 8، وحدها 4، وكنبدا نقلب على شنو طالبن مني؟ المليلتر، المليلتر غنقلب على المليلتر فين هو؟ ها هو، راه تما النيت 48 مليلتر، هي نفسها 48 مليلتر، شنو طالبن مني موراها؟ سنتيلتر، نقلبو على السنتيلتر فين هو؟ سنتيلتر هو هذا. إذا شنو اللي إلا ما داير هنا؟ بحال كندير شي حيط هنا، إذا كدير حيط هنا هو الفاصلة 4.8، 4.8 سنتيلتر. دابا عندنا هاد التحويل هذا 5132 سنتيمتر مكعب، علصقو الجوج مع السنتيمتر مكعب، فين هي السنتيمتر مكعب؟ هي هادي، نلصقو هنا الجوج، شنو غتبعها؟ 3.15، 3 هكا خدمو. 1.5 بهذه الطريق. شنو عندي؟ المليمتر مكعب هو المطلوب، إذا نقلب على المليمتر مكعب، ها هو. شنو ناقصني؟ ناقص لي أصفار، نزيد 3 ديال الأصفار، إذا هذا النيت غنكتبو وغنزيد عليه 3 ديال الأصفار، 5، 1، 3، 2، 1، 2، 3، 3 ديال الأصفار. شنو ناقصني هنا؟ سنتيمتر مكعب، ها هي هنا في سنتيمتر مكعب وهي النيت، إذا هادي غنكتبوها هنا. هما هادو لي كيستيون بياج كيبغيو يدوخوكم، راه هي النيت. هنا ديسيمتر مكعب، نقلبو على الديسيمتر مكعب فين هو؟ ها هو الديسيمتر مكعب، إذا غنوقف حد هنا، بحال غندير الصور هنا، وشنو الصور؟ هو الفاصلة، إذا 5.132، فهمتو؟ دابا غنمشيو للتحويل آخر، 3132 مليمتر مكعب، نشوفو جدول التحويلات، تبع معايا. إذن أول حاجة كما علمتكم، أول حاجة كنديرو كنربطو رقم الوحدات مع الوحدة اللي كاينة هنا، جوج مع المليمتر مكعب، إذن نجي هنا الجوج، شنو حداها؟ 3.15، 3.15، شنو مطلوب مني هنا؟ المليلتر، المليلتر فين هو؟ هو هذا، إذن حدي المليلتر وندير فاصلة، 5.132، 5.132، واضح؟ هذه الطريقة ديال الخدمة باش ما تغلطوش نهائيا. الآن نمر إلى التمرين رقم 15. تمرين 15 يقول قال اون بواط على فورم دان باراليليبيبيد، قالك واحد العلبه بالشكل ديال متوازي مستطيلات، بحال العلبه ديال الدواء راه بالشكل ديال متوازي المستطيلات، دو لونغور، شنو الطول ديالها؟ 15 سنتيمتر، يعني دايره 15 سنتيمتر على هكا، ها هي كاينه 15 سنتيمتر، و دو لارجور 6 سنتيمتر، والعرض ديالها 6 سنتيمتر مثلا هكا، و الارتفاع ديالها 5 سنتيمتر، يعني داك العلو ديالها 5 سنتيمتر، فهمت؟ بحال هكا، اذا بحال دابا هذه هي العلبه ديال الدواء، 15 سنتيمتر هكا، هنا 6 سنتيمتر، والعلو ديالها 5 سنتيمتر. اذا كيفاش غنديروا نخرجوها باش نعرفوا؟ قالك جو كالكول لو نومبر دي كوب داريت، قالك نحسب عدد المكعبات
الداغات يعني الحرف ديالها واحد سنتيمتر. اذا مادام 15 سنتيمتر اذا راه هنا كاينه 15 مكعب. هات طاف 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 15 مكعب، قال لك شحال غيكون من مكعب فيها كامله. اذا كيفاش غنديرو؟ نخرجو نضربو 15 في 6 كما تعلمنا في 5 ديال الارتفاع. اذا كيفاش غنخرجوها؟ نقولو 15 مضروبه في 6 مضروبه في 5. 15 في 6 10 في 6 60، و 5 في 6 30 هي 10 في 6 60، و 5 في 6 30 30 و 60 هي 90. 90 مضروبه في 5، 90 في 5 راه ساهله، بحال كضرب 9 في 5 45، وكتزيد هذا الصفر هذا هي 450. اذا شحال عندنا مكعب؟ هو نومبر دو كوب داغات، نومبر دو كوب هو 450 كوب. شحال فيها؟ فيها ديال واحد سنتيمتر فلاريت ديالو، فهمت؟ لاريت ديالو واحد سنتيمتر، واضح؟ إذا شحال عندنا من كوب؟ جمعنا 450 كوب، واضح؟ 450 كوب. شنو مطلوب منا عاود السؤال الثاني؟ قال لك جو كالكول لو نومبر دي بوتي كوب داغيت 1 مليمتر كو لون بو رونجي دون سيت بواط. إذا 1 مليمتر، سنتيمتر شحال فيه من مليمتر؟ 1 سنتيمتر فيه 10 ديال المليمتر. إذا غنحسبو هاد الأبعاد، إذا هادي غنضربوها في شحال؟ شحال ولات لي دابا هادي؟ هاد الأبعاد راه يتزاد لهم صفر صفر صفر، ياك؟ إذا شوف 15 تولي 150، 6 تولي 60، و 5 تولي 50، فهمت؟ لأن هادي باش بالسنتيمتر، هادي بالمليمتر. واضح؟ إذا كيفاش غنديرو نحسبو؟ ها علاش ولاو عندنا ثلاثة ديال الأصفار؟ كنضربو في ثلاثة الأصفار، ماشي غنمشي نضرب في صفر واحد، تقول هاد 450 غنزيد لها صفر حقا الأخرى سنتيمتر وهادي غنضربها في 10، لا، راه كضربهم كاملين كيوليو في 10، داكشي علاش كيوليو ثلاثة ديال الأصفار، علاش؟ حيت عندنا ثلاثة ديال الأبعاد، واضح؟ إذا علاش كنقولو مثلا واحد سنتيمتر، مثلا هات واحد سنتيمتر مكعب كتساوي شحال؟ كتساوي 1000 مليمتر مكعب. علاش؟ كاينه ثلاثه الاصفار، ها صفر جانا من هنا وصفر جانا هنا وصفر جانا هنا وصفر جانا هنا، كيما شفتوا دابا هاد 15 ولات 150، 6 ولات 60، و 5 ولات 50، زدنا صفر هنا وهنا وهنا، اذا ثلاثه الاصفار، و 450 اللي زدنا عليها ثلاثه الاصفار راه ولات 450000، مع الضربات تلقاها 450000. اذا هنا شحال غتجيك؟ ما عنديش فين نكتبها، غنكتبها هنا. اذا نومبر دو كوب 450000 لي لاريت ديالو واحد، ماشي بحال الفوق، دابا راه ولات واحد مليمتر، واضح؟ إذا غتولي 450000، واضح؟ دابا ندوزو للسؤال الأخير، قالك جيكخي لو فوليوم دو لا بواط أون سنتيمتر كوب، بوي أون مليمتر كوب. بسنتيمتر مكعب نكتب الحجم ديال ديك البواطة، وبالمليمتر مكعب. إذا الفوليوم باش بسنتيمتر كيب كيساوي كيما شفنا قبيلة 450 سنتيمتر مكعب ولا سنتيمتر كيب، بالمليمتر كيب كيساوي 450000 مليمتر كيب. هذا هو الجواب، وهكا كملنا التمارين ديال صفحة 53، إلى اللقاء.